انا في الاول كيفاش تاديت جاني الروح ثقيل، جاني الروح ثقيل وعدمني، ما كان ما بقيتش كنقدر نضمن كامل، خصني غير نعس ومشيت الشهيه الماكله، ومشيت من الشهيه الماكله اضطريت قلت نمشي نعمل تحليل هذا الكورونا، مشيت عملت تحليل الكورونا محمد الخامس على يومين ولا ثلاثة ايام جاوبوني قالوا لي خصك استعد غادي نمشي للمستشفى. اهلا وسهلا وما نحمد الله ونشكره، جيت هنا يومين ما كنقدرش نصلي، كان جالس ما كنقدرش نصلي، ناعس ما كنقدرش نصلي، ولله الحمد يومين جاب الله الشفاء والحمد لله ونشكره وعلى هذا النعم اللي عطانا الله الحمد لله والشكر لله. الحمد لله واحد النهار، هذا النهار تاريخي قبل العيد الحمد لله 83 تقريبا د المرضى تعافوا هنايا في هذا لوطيل اهلا، وان شاء الله بالنسبه لليوم حتى نهار الثلاث ما يبقى هنايا حتى شي مريض، كل شيء ان شاء الله غادي تكون تعافى. هاد الناس هادو جلسوا هنايا في هذا في اوتيل اهلا للعلاج مده اكثر من ثلاثه الاسابيع، اليوم حنا تنحتفلوا بهذا الخروج ديالهم وتنتمناو باش الباقيين هنايا حتى هما يخرجوا في اقرب وقت ممكن حتى يتمكنوا حتى هما يحتفلوا مع عائلتهم. حنا الفرحه ديالنا كاطباء من القطاع الخاص هو انه من اول ما نزل هذا المرض وهذا الوباء انه تجندنا كنا كاطباء القطاع الخاص باش نساهموا مساهمه فعاله ماديا ومعنويا، ساهمنا باش هاد الظروف تكون مواتية لجميع المرضى باش ياخذوا العلاجات ديالهم في احسن الظروف. فمنذ البداية احنا كان كيجيونا الحالات اللي مستقرة ولكن كلها بوزيتيف، كلها كوفيد بوزيتيف. الحمد لله استطعنا كلشي الناس كانوا عندنا مزيانين، ما عملنا حتى شي، ما كانت حتى شي كومبليكاسيون عند شي مالاد شي مريض، كل الايام دازت مزيانه. في الاول راه كانت عندنا صعوبات كبيره لان كيفاش غادي تاسس واحد المستشفى في واحد الفندق، كيفاش غادي تجمع الموظفين باش تسيرهم، كيفاش لي تور دو رول في الليل في النهار اكسيتيرا. كنا كندخلوا في الاول كنبقاو 6 الساعات الصباح و 6 الساعات باش ندوزوا على المرضى واحد واحد من البيت لبيت. من بعد لقينا طرق اخرى، عملنا واحد قاعه تمريض هي اللي كيجيو لها الناس الساعات، خفت العبء على سميتو الطاقم ديالنا الطبي والتمريضي، كنا كندوزوا غير 3 الساعات عوض من 6 الساعات.
فالحمد لله دازت الامور كلها مزيانه، واستطعنا نستوعبوا تقريبا نص الامراض، نص المرضى للكوفيد بوزيتيف في طنجة. حاليا ما بقاولناش عندنا، بقاولنا واحد 50 يمكن في هذه اليومين هذه غادي نخرجوها. اليوم تقريبا 100 اللي غادي نخرجوا، 100 للناس اللي وصلوا نيجاتيف، عندهم تحليل سلبي يعني نيجاتيف، ما بقاش عندهم الفيروس في الفم ديالهم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.